ولتحليل أداء بورصة مصر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا ريهام. مساء النور أستاذة حنان، أهلا بحضرتك. بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم ارتفاعات جماعية، خاصة المؤشر السبعيني وسط صعود ملحوظ لكثير من أسهم المضاربات. ما تحليل حضرتك للمؤشرات؟ طبعا احنا كنا الفترة اللي فاتت في عدم وضوح رؤية وفي تخبط جامد جدا ادت الى ترقب حذر من قبل المتعاملين. طبعا كان في بعض العوامل الخارجية وبعض العوامل الداخلية. من ضمن العوامل الخارجية هو ما يتعلق بسقف الدين الامريكي، واللي كانت الناس كلها متخوفة لانه هيأثر على اسواق المال وبالاخص اسواق المال الخليجية، وكانت مترقب برضه في البورصة المصرية ان يبقى في تأثر. ده اللي ادى الى مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية خلال الأسبوع الماضي. طبعا كان برضو عندنا ترقب لأسعار الفايدة اللي رست على تثبيت لأسعار الفايدة من قبل البنك المركزي، وكان كمان في الإعلان عن بدء الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار المعادن النفيسة الذهب، اللي كان برضو بعض المتعاملين بيتوقعوا أن هم ممكن يجذب سيولة من البورصة للاتجاه إلى الاستثمار في هذا النوع من الاستثمارات. ده كله أدى إلى أن الأسبوع اللي فات كان في انخفاض حاد في أداء المؤشرات وعدم وضوح رؤية، وحتى كان المؤشر 70 كان عامل طفرات قوية، ولما ابتدى ينخفض وبسبب مراكز الهامش ابتدى ينخفض بالتبعية. ولكن في جلسة الخميس بعد ما وصل المؤشر إلى حدود 16500 نقطة ابتدى أنه هو يعمل نوع من التجميع، وابتدى أن احنا نلاحظ أن الإقفالات بتاعة الأسهم ابتدت ترتفع، وده اللي انعكس على جلسة اليوم في ارتفاع كافة المؤشرات. ولكن برضو لازم نقول أن يوم الحد ده عبارة عن يوم ترقب ويوم جس نبض، مش هو التداول الحقيقي، لان طبعا بيبقى في غياب نوعا ما لتعاملات المستثمرين الاجانب والصناديق الاستثمار الاجنبيه، واللي برضو كان فيه النهارده مبيعات من قبل العرب مقابل مبيعات من مشتريات من قبل المؤسسات الماليه المحليه. طبعا شراء المؤسسات الماليه المحليه مع وجود نقاط متدنيه للتداول، عرف بعض المتداولين ان هم يكونوا فيها مراكز شرائيه، ادت الى ارتفاع المؤشر، ولكن ب 68% كان ممكن يبقى اكتر من كده. ولكن احنا عارفين ان دايما لما بيحصل فيه ارتفاع في بعض المتعاملين اللي بيؤثروا حمايه ارباحهم بيلجأوا الى البيع لحمايه الارباح، وبيتجهوا الى تسويه مراكزهم، وده اللي بيؤدي الى ان الارتفاعات تبقى ارتفاعات محدده، ويبتدي بقى المؤشر يتخذ القوه الدافعه لما بتزيد السيوله ومع الاخبار الايجابيه اللي بتبقى موجوده داخل السوق، ومع وجود ميكر لكل سهم بيدي نقاط دفع لكل سهم على حده. أستاذة حنان، يعني ماذا يعني تدوير السيولة من الأسهم القيادية لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ بصي، هو تدوير السيولة يعني ما بيبقاش المتعامل مركز في قطاع واحد أو سهم قيادي واحد. احنا على فكرة المؤشر 30 كانت الزعامة الأولانية للبنك التجاري الدولي، دلوقتي بقت لسهم هيرمس، وده اللي واضح من قبل فئات المتعاملين. فئات المتعاملين اما بيلاقوا ان الاسهم المتواجده في المؤشر 30 تحركاتها تحركات ضعيفه بيتجهوا الى اسهم المؤشر 70 اللي ممكن يبقى فيها يعني طفرات سعريه بتحقق للمتعامل، مع اما بيكون حجم يعني قيمه السهم قليله فبيحقق له ربحيه اكبر. ولكن يعني بالتجربه ثبت ان في الاسهم القياديه طبعا ليها متعامل اللي هو بيبقى ينشد الاستثمار طويل الاجل، واللي بينشط كمان ان هو يبقى عنده في المحفظه بتاعته امان. اما بعض الاسهم المتواجده في المؤشر 70 في بعض المتعاملين بيخافوا منها وبيخافوا لا بعد الارتفاعات الجيده والرؤيه الفنيه اللي بتدي دعم لمزيد من الارتفاعات بيبتدي السهم بعد كده يتحول الى نقاط انخفاض، وحصل في كذا سهم حتى في قطاع الادويه اللي فيها اسهم في الوقت الحالي عامله طفرات سعريه قويه. نصيحتك استاذه حنان للمستثمرين في ظل هذا الصعود، هل الوقت مناسب للشراء؟ والله بصي، هو يعني لما تفضل بيبقى مناسب جدا ان هو يكون مراكز شرائيه للاحتفاظ، ما يبقاش بقى ايه مصر بقى ان هو يعمل تداولات سريعه، لان شفنا برضو بالتجربه ان بعض الناس اللي اخذوا اسهم في نقاط متدنيه قدروا يعملوا مكاسب قويه جدا. ولكن برضو ايه يبقى حريص ومتابع كويس جدا، و
وبرضه يختار اسهم ليها سمعه ماليه قويه، ليها تواجد ويعني قيم تداول مرتفعه ونشاط، عشان لما يحب يسيل في اي وقت ما يبقاش محبوس في السهم ومش عارف ان هو يسترجع النقديه لاعاده الاستثمار مره اخرى بطريقه سريعه. نشكر الاستاذه حنان رمسيس محلل اسواق المال على مشاركتها معنا.